يا الله يا الله. نهنئكم بمناسبة ذكرى ولادة الأقمار من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يكونوا لنا شفعاء في يوم القيامة بحق محمد وآل محمد. إن شئت نصغى المصطفى المختار ونجاة نفسك من سعير النار، فاجعل نداءك عند ذكر محمد صلوا عليه وآله الأطهار. عين البتول نهني علي نهني الرسول بمولد قرة عين البتول، بيثرب نور له سطعون مشع بأرجائها بكل صفات العلا أجدر. فصح يا حسود ومه يا عذول، زهى الكون في يوم ميلاده وغنى الهزار بإنشاده، تحار العقول بأمجاده تحار العقول بأمجاده، فشرح عليه شرح يطول، تحار العقول بأمجاده تحار العقول بأمجاده، فشرح معاليه شرح يطول. نهني عليا نهني الرسول بمولد قرة عين بتول، بيثرب نور له سطعون مشع بأرجائها لن يزول. حسين الإباء حسين الشيم، حسين الجهاد حسين الهمم، حسين لكل شهيد علم. حسين نقول لفاطمة نهدي التهاني العذا لمولد هذا الفتى المستطاع، حسين وفي الدعاء مستجاب، حسين وفي الدعاء مستجاب، وفيه من الناس
الرسول بمولد قرة عين البتول. نهني عليا نهني الرسول بمولد قرة عين البتول. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أفلح ونجا من صلى على محمد وآل محمد. على محبة أبي عبد الله الحسين الثانية بأعلى منهما. تعجيلا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى منهما. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. صل على محمد وآل محمد.
خدام القرآن والعترة، خدام الثقلين، حفظة القرآن الكريم في المركز القرآني الدولي التابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، أساتذة الكرام في أجواء تنبض بعبق التاريخ وروحانية الإيمان، يتجسد مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي كشاهد على روح العزة والتضحية التي تجسدها شخصية الإمام الحسين عليه السلام، تلك الشخصية التي تبقى تشكل مصدر إلهام للأجيال عبر العصور. المهرجان بكل فعالياته عبر عن وحدة الأمة الإسلامية في الاحتفاء والاحتفال بمناسبة ولادة الإمام الحسين عليه السلام، الذي يمثل قيم العدالة والنبل والثبات في وجه الظلم والطغيان. المهرجان أيها الكرام بكل صوره الجميلة يعكس أهمية التأمل في حياة الإمام الحسين عليه السلام وقيمه الإنسانية والروحانية التي تظل تشكل مصدر الإلهام للبشرية جمعاء. نبقى الآن سادة الكرام مع فقرة من فقراتنا قبل أن نكون في رحاب فقرة التكريم. لدينا هدية مقدمة للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة من جناب السيد صادق الموسوي الشيرازي، وهو محقق ومؤلف كتاب نهج البلاغة، يضم بين دفتيه تمام كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مما أورد مختارات منه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه في كتاب نهج البلاغة، مع ترتيب موضوعي وتاريخي وتبويب جديد يسهل على المحققين والباحثين نبل مبتغاهم، وهو الكتاب الذي توثقه المراجع الدينية والحوزات العلمية وتعود إليه في استناداتها، وقد قدمت نسخة منه إلى الأمم المتحدة واليونسكو وباقي المؤسسات الدولية وكبريات المكتبات في العالم. الهدية مقدمة من جناب السيد صادق الموسوي الشيرازي. يتفضل جناب الحاج حسن رشيد جواد العبايتشي بالأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة باستلام هذه الهدية، مشفوعين بالصلوات المباركات العاليات على محمد وآل محمد. شكراً كثيراً لجناب السيد صادق الموسوي الشيرازي على هديته المباركة الطيبة، رزقه الله وإيانا وإياكم الثبات على ولاية أمير المؤمنين والتوفيق دائماً لخدمة النبي وآله الكرام، لا سيما من نحن في رحابه وفي خدمته مولانا أبي عبد الله الحسين عليه آلاف التحية والسلام. شكراً سيد صادق. جناب الحاج حسن رشيد جواد العبايتي، لو سمحت نستثمر وجودك حتى نبدأ فقرة التكريم.
وأيضا يتفضل جناب السيد الدكتور علاء ضياء الدين أيضا نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة للتكريم بإذنه تبارك وتعالى. التكريم الأول إلى حفظة القرآن الكريم في مؤسسة آل البيت عليهم السلام، فليتفضل الإخوة الكرام. التكريم الآخر لحفظة القرآن الكريم في المركز الدولي القرآني التابع للعتبة الحسينية المقدسة، فليتفضل. تكريم مقدم إلى العلماء العراقيين أصحاب براءات الاختراع الدولية المشاركين في مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي 17، يستلمها الأستاذ الدكتور قاسم نجيب المرسومي، فليتفضل مشكوراً. وأيضاً تكريم مقدم إلى الأستاذ المستشار حبيب محمد الساعدي، فليتفضل مشكوراً. أيضاً وفي نفس الوقت الأستاذ الدكتور قاسم نجيب المرسومي يقدم هدية إلى جناب الحاج حسن رشيد جواد العبايتشي الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، شكراً كثيراً. تفضلوا الأستاذ المستشار حبيب محمد الساعدي للتكريم. أيضاً هناك تكريم مقدم للأخوة الكرام الفائزين بمسابقة تأليف كتاب عن السيدة الزهراء عليها السلام الذي كان ضمن فعاليات مهرجان كوثر العصمة الثقافية الدولية 3، في حينها لم يتسنى لهم الحضور، وارتأت الأمانة العامة للعتبة الحسينية واللجنة التحضيرية بتكريمهم في هذا المهرجان. ابتداءً الفائز بالمركز الأول في جانب التأليف في رحاب حياة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، الأستاذ عاشق علي من باكستان، فليتفضل مشكوراً ومشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد. الفائز بالمرتبة الأولى في التأليف الفائز بالمرتبة الثانية بالمركز الثاني الشيخ كرم علي حيدري أيضاً من باكستان، فليتفضل مشكوراً.
ومحفوفا أيضا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. وبالمناسبة جناب الشيخ كرم علي حيدري من باكستان، كتابه عن السيدة الزهراء كان باللغة الأردو. شكرا. الفائز بالمركز الثالث في جانب التأليف في رحاب حياة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، الأستاذ صفدر علي حسين من الهند، فليتفضل مشكورا ومشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أيضاً في جانب التحقيق، فائز واحد في رحاب التحقيق في حياة فاطمة الزهراء عليها السلام، الفائز بها جناب الشيخ محمد مشكور من العراق، فليتفضل مشكوراً ومشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد. شكراً كثيراً لجناب الحاج حسن رشيد جواد العبايتي الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، وأيضاً لجناب الأستاذ الدكتور علاء ضياء الدين نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة. سادة الكرام، بيارق ترفرف في كل عام وهي تطل على ربوع الخير والمكرمات لترسم لوحة لقاء، وليس وداعاً لعام جديد يحمل بين ثناياه خريطة عشق يبعثها الموالون، وهم يحملون مشاعل ولائهم قراطيسا تنير درب القادمين ثقافة ومحبة، معلنة بزوغ ربيع جديد يطل على الأمة الإسلامية بكل عنفوانها الحسيني. وصلنا بكم أيها الكرام، أيها الإخوة الأعزاء، إلى نهاية هذا المهرجان الذي دام 4 أيام بنشاطات متنوعة، نرجو أنها قد نالت رضا ربنا تبارك وتعالى ونالت رضا سادتنا أهل البيت عليهم السلام، لا سيما إمام زماننا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونالت رضاكم أنتم أيها الحضور الكريم. وإلى لقاء آخر في السنة المقبلة إن شاء الله تعالى. شكر موصول لجميع القائمين والحاضرين والمشاركين في مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي 17. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.